ثم ليس النصر من انكار الامر نصر يعني حكم النبي عليه الصلاه والسلام لا بل هو احب الينا والى اهل السنه من ابائهم وامهاتهم وانفسهم عليه الصلاه والسلام حتى قال عليه الصلاه والسلام لا يبغى احدكم حتى اكون احب اليهم ولا به وغالبه الناس اليه وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا انت احب الى كبري الى النفس قال يا عمر لا حتى اكون احب اليك من نفسك فقال انت احب الى كل شيء حتى من نفسك قال انا يا عمر اهل السنه يؤمنون بان الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من كله بعد الله فاحب شيء الى اهل السنه الله وحده جل وعلا ثم النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه فوق محبه النفس والمال والظلم ثم الانبياء بعد عليه الصلاه والسلام ونحن على ذلك نحن على طريقهم نشهد الله نشهد الله انه احب الينا بعد الله نشهد الله انه احب الينا من المسلمه قالوا والده قالوا لا اله الا الله والله لو انه شرع ذلك لشرع ذلك ودعونا إليه عليه الصلاة والله لو شرع ذلك دعونا إليه ولا شرع ذلك إليه وكتبنا فيه الكتاب ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله ولا فعله أصحابه